أحسن الله إليكم تقول بالنسبة إلى الإفطار قبل الأذان، يقولون بأن من السنة ألا تفطر إلا بعد غروب الشمس مباشرة، هل هذا صحيح؟ نعم، الإفطار ما يدخل وقته إلا بغروب الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن لا يشاهد غروب الشمس فإنه يكتفي بسماع الأذان الذي يكون على الوقت، ومن لا يسمع الأذان يعمل بالتوقيت المحلي، توقيت المحلي مثل تقويم أم القرى، إذا كان لا يرى الشمس ولا يسمع أذان فإنه يفطر على التقويم المحلي. نعم.